السلام عليكم. راح نجرب اليوم معاكم اخواني جهاز الكلايزر الجي آر برو الالماني الاصلي على قطعه من النحاس وقطعه من السواره من الذهب المصنع وقطعه من حديد وعمله ذهبيه من الذهب الصافي. خليكم معنا لنهايه الفيديو لنشوف جميع التجارب. بالبدايه راح نوضع قطعه النحاس على حفره غماقتها توصل لغايه المتر و30 سنتي، وراح نوضع هاي قطعه الحديد، ومعانا سوارة الذهب معانا على غماقة توصل إلى متر وعشرة سنتي، وقطعة من الذهب الصافي راح نجربها في نهاية الفيديو على الطبق الصغير من الجهاز. خليكم معانا لنهاية الفيديو. طبعا هلا اخواني راح نجرب حاليا على قطعة من النحاس. خليكم معانا، خلينا نشوف على غماقة كم راح يعطينا اياها. طبعا على النحاس بيكتب لنا انه ثمين، ما بيعطينا ابدا انه ذهب. طبعا انا قاعد برفع القرص ايضا لحتى نشوف المسافه اللي قاعد يعطينا اياها الجهاز. حاليا راح نجرب اخواني على قطعه من الحديد لنشوف شو راح يعطينا مع الجهاز. بيعطينا طبعا على الحديد كلمه حديد. طبعا راح نجرب حاليا على سواره الذهب ونشوف شو يعطينا على سواره الذهب. بيكتب لنا طبعا على الشاشه كلمه الذهب. حاليا اخواني راح نجرب جهاز الكلايزر الجي آر برو على القرص الصغير على قطع من الذهب الخام. خليكم معانا، خلينا نشوف التجربه. طبعا يتوفر لجهاز كلايزر حساسية جدا عالية لاكتشاف الذهب الخام وشذرات الذهب الصغيرة. حاليا بإمكانكم طلب الجهاز من شركة جولدن ديتكتور في أبو ظبي، الوكيل حصري في الإمارات وآسيا وأفريقيا، ويتوفر لدينا في الشركة خدمات شحن لأغلب دول العالم وخدمات متابعة وتدريب على الأجهزة جميعها لدى مهندسينا الخاصين في الشركة. تابعونا في فيديوهاتنا القادمة وشكرا للمتابعة. السلام عليكم.